وسط الملعب البلدي لمدينة بركان، نستضيف السيد مصطفى المباركي مدير ملعب البلدي لمدينة بركان. وانتم كتشوفوا الأجواء والتنظيم تبارك الله، يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص والمجموعة ديالو والتركيبة ديالو. صفصف الأجواء ديال هذه المباراة. طبيعة الحال حنا نشوفوا الجرين بويز والإيجلز مورانا. بالنسبة للأجواء يعني راكم تشوفوا الستاد كي داير، أجواء الجمهور كيعبر على الأجواء اللي كاينة في الملعب الدرجة الأولى. نتمنى هذه المقابلة باش تكمل في أحسن الظروف والأحوال، ونتمنى النهضة باش ترجع المستوى ديالها على أساس باش نتعادلوا إن شاء الله وننتصروا، علاش لا. وبالنسبة للتنظيم السمصافة، مسائل تنظيمية، بالنسبة للمسائل التنظيمية كما كتعرفوا بأنه احنا والنيابيتي احنا مولفين بهذه المقابلات لا اللي كتجرى على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الإفريقي. احنا بالنسبة للتنظيم ما بقى عندنا مشكل يعني، والأمور كتدوز على خير وخير بهذاك بالتعاون مع الناس الأمن، قوة العمومية، الناس الأمن وجميع المتدخلين في اللعبة. صفصف التوقع ديالك كمحب الآن وغيره، التوقع ديالك لهذه المباراة كمحب وغيور على القميص ديال النهضة البركانية. أنا كنتمنى باش ننتصر النهضة البركانية، ولكن في الأخر كيف ما كانت النتيجة سيكون واحد الطبق يكون في المستوى إن شاء الله، ونتمنى باش تدوز هذه المقابلة ونسوقوا واحد الصورة طيبة لا على الجمهور البركاني ولا على المستوى ديال كرة القدم الوطنية. شكرا سمسم، تحياتي. شكرا.